بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم في دولة الكويت أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دوله الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده سموه الحكيمه